يلا عيني الطلاب، هسه محاضرة 11 12 اللي هي مال الكروموسوم، تمام؟ هنا نعطيك المواضيع اللي راح تاخذها، راح ناخذها اذا بالتفصيل، ما لها علاقة بالحفظ وكذا الامتحان. نجي هنا يقول لك الكروموسوم، شنو الكروموسوم؟ خلينا نشوف عذرا. الكروموسوم هو ان ذا نيوكلس في النواة اوف ايتش سيل مال كل الخلايا، دي ان اي مولكيول، جزيئة الدي ان اي از باكتش، هي معبئة انتو ثيرد لايك ستراكشر، ستراكشر هيكل يشبه الخيط. نسميه الكروموسوم. إذن الكروموسوم هو داخل الدي ان اي الموجود بالنواه مع الخلايا، واضح؟ كلكم تعرفونه بس حتى الاخوش. هذا الكروموسوم هو عباره عن خيط، فلازم اكو شيء يدعمه، صح؟ الكروموسوم از ميد اب دي ان اي، الكروموسوم هو يكون الدي ان اي، ميد اب يعني يكون الدي ان اي تايتلي باحكام كيرلد ملفوف، ماني تايمز عده مرات ملفوف باحكام اراوند، حول شنو؟ حول بروتينات. شو اسم هاي البروتينات؟ الهستون. يعني هذا الهستون ويجي الكروموسوم هيك يلتف عليه بهالطريقه حتى يعطيه قوه، تمام؟ اذا الكروموسوم ملفوف على جزيئه او على هيكل بروتين اسمه الهستون حتى يعطيه سبورت الدعم، تمام؟ اها ما لنا علاقه بها. ابير الستاند بوديز ميتافيس، خوش. الشكل مالتها او المظهر مالتها في مرحله الميتافيس شنو شكلها؟ رود عصويه ودارك وسوداء، خوش نقلب ورق. هنا عندك ان ايوكاريوتك في حقيقيات النواه، الكروموسوم هو ملتيبل متعدد، ها جدا مهمه، وين؟ بالايوكاريوتك متعدد ولاينر وخيطي، مو سيركولار دائري، الدائره لاينر، تمام؟ ايج كروموسوم، كل كروموسوم تايبكال عاده هذا يمتلك وان سنتروم، هذا الكروموسوم، هذا السنتروم مركز وان سنتروم، تمام؟ اند وان اور تو ارم، ذراع او ذراعين، هذا ذراع وهذا ذراع للكروموسوم، تمام؟ يعني لو ذراع لو ذراعين، تمام؟ وهيكليا ستركتشرالي، هيكليا الكروموسوم ديفرنتييت يتميز انتو 3 بارت الى 3 اجزاء، يا هن البلك والماتريكس والكرومونيوم ماته، تمام؟ ذن الثلاث اجزاء، خوش نكمل. البلك هو شنو؟ البلك هو اوتر انفلوب، الغلاف الخارجي، تمام؟ كروموسوم ان فيري ثين اند هاي خلص. بس الماتريكس هي الجراوند سبستانس، الماده الاساسيه او الماده الارضيه، تمام؟ وبعد شبيها هي فورمد، متشكله من نون جينيتك ماتريال، من مواد غير وراثيه. اذا الماتريكس هي مواد غير وراثيه، دير بالك نون جينيتك، خوش. الكرومونيوميتا شبيه هو؟ هو امبيدد، مغمور، وين؟ داخل الماتريكس مغمور. شلون من نغمر النسيج داخل شمع البرافين؟ امبيدد. فهذا الكرومانيوم ميتا مغمور داخل من داخل هاي الماتريكس اللي هي الماده غير وراثيه، تمام؟ والثكنس مالتها 800 اي، هسه الاي شنو ما اعرف انا. خوش 800 اي، هاي خلص. طبعا انا شرحتها بالبصمات بشرح، انا افضل دائما افضلكم البصمات، بس انتم تحبون الفيديوهات فانا اسوي الاثنينات، خوش. ان مايتوتيك ميتافيس كروموسوم، الكروموسوم مرحله الميتافيس ايش بيها؟ المميزات الهيكليه اللي راح نشوفها بي شنو؟ كروماتيد راح نشوف تحت المجهر طبعا اندر مايكروسكوب، كروماتيد، كرومونومينيا، سنترومر، سكندري كونستركشن، وتيلومير، وسيت الي، اذن كلها راح نشوفهم تحت المجهر بمرحله الميتافيز، خوش. هذا ينشز بالسنتروم، نجي لهنا يقول لك ات ذيس بوينت، هذه النقطه اوف تو ات ذيس بوينت، في هذه النقطه تو كرومونيوميتا ار جوينتد توجذر، اذا هاي النقطه تربط اثنين من الكرومونيوميتا، هاي كرومونيوميتا هاي كرومونيوميتا، او هذا السنتروم يربطهم اثنيناتهم، هذا السنتروم، واضح؟ اذا يربط اثنين من الكرومونيوميتا، هاي وظيفته جدا مهمه، خوش. ناون يعرف السنتروم عند الاسماء ثانيه، ناون يعرف بمن؟ بالكانيتو كور والبرايمري كونستركشن، هذا اسم الثاني، خوش. وديفايد يقسم الكروموسوم الى، هو راح يقسم الكروموسوم الى شنو؟ الى تو سكشن، قطعتين، شورت ارم الذراع القصير واللي هو بي، ولونج ارم الذراع الطويل اللي هو كيو، واضح؟ هاي خلص وهاي تنشز.